هشام مؤدي المنتخب المغربي ألف مبروك التأهل يعني أو نقدر نقول اقتراب التأهل إلى الدور قبل النهائي. المباراة الأخيرة غدا ستكون أمام المنتخب التونسي في المجموعة الثانية. إيه تقييمك لأداء المنتخب المغربي في هذه البطولة حتى الآن؟ الحمد لله. أول حاجة نبي نصلح لك الفكرة، هو تأهلنا للدور الثاني الحمد لله، بس غدا إن شاء الله عندنا مباراة باش نحددوا المركز الأول والمركز الثاني. التقييم بالنسبة للأداء ديال المنتخب المغربي هو الحمد لله ماشي في تصاعد، لأنه كيفما كيعرفوا حنا درنا غير مباراة واحدة ودية قبل من لا كومبيتيسيون. مي بالنسبة لليوم، اليوم كانت المباراة شوية صعيبة لأنه دخلنا شوية واخدين المباراة في جيوبنا، لكن الحمد لله مشينا وخدنا ثلاث نقاط أهم حاجة وتأهلنا للدور الثاني. وغدوة إن شاء الله تكون هي المباراة الفاصلة بالنسبة لنا باش نحددوا المركز الأول والمركز الثاني. المنتخب المغربي هنا كل الناس بتقيمه بانه اكتر منتخب عنده موتيفيشنز او عنده روح قتاليه في الملعب، دي جت منين؟ اول حاجه الحاجه دي جت من انه في 2013 كيف ما تعرفوا درنا المركز الثالث، وحنا جايين مصممين اننا نديروا مركز احسن من 2013، هذا هو اللي عطانا الموتيفيشن هذا. وثاني حاجه اللي مخلينا عطينا الموتيفيشن هو الستاف. الستاف ممكن نقول حاجه فيه ستاف جميل جدا. المنتخب المغربي لم يصل الى كاس العالم، ولكن امامه فرصه ذهبيه اذا وصل الى نهائي هذه البطوله. ايه تقييمك للتجربه ديت لو المنتخب المغربي نجح في هذه؟ كيف ما قلت البارح في التصريح ديالي الاذاعه الرياضيه المغربيه، احنا الان بنكتب قصة المنتخب الوطني المغربي اللي ان شاء الله عاوز يتأهل لكأس العالم ان شاء الله، لأنه كان تأهلنا لكأس العالم هتكون هي البداية لكرة الطائرة المغربية ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.